ومعنا الفنان التشكيلي علي أمين الطائي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. جاينا من مصر. أي ضيف. يا أهلا وسهلا بك. خليك تسلمي. شكرا. هو خريج حاسبات ومصمم وفنان تشكيلي. صار لك 8 سنين في مصر. تمام. ومن مصر انطلقت للفن التشكيلي. عندك موهبة. أي طبعا. ولكن هي الموهبة كانت من الطفولة يعني طبعا. نعم. أنت تعرفين كل طفل سبحان الله يكون عنده فد موهبة معينة. وهاي الموهبة إذا ما اشتغلوا عليها الأهل بالبداية، هم الأهل هم أول حافز لتوجيه الطفل. فأنا من أني طفل أحب أقزقص وألون وأرسم، فكانوا أهلي نعطيني هاي المساحة بشكل يعني كبير بصراحة كبير. يعني كانت والدتي فعلا منظمة بالبيت وهذه، بس من أبعثر الأشياء وأقصقص وهاي كانت قطية تنطيني فرصة يعني. وبغفص الوقت كانت من أسوي فتشي كانت تهتم بي، كانت يعني تعجب بي، كانت حلو. تشجعني كانت شيء. من بديت أكبر شوية لا لا بس قل لي أول شيء رسمت على شنو؟ على الدولاب على الحائط على... إيه لا أنا يعني هذا كانت الظهر الباب مالت الغرفة مالتي. كنت بأول ألوان هي الطباشير لما كنا في المدرسة الابتدائية. كنت أنتقل الطباشير الملون وأرسم من عنده على الحائط الأبيض اللي ظهر باب الغرفة. وكانت تصير لي مشاكل لأنه يعني يكتشفون الرماد مالت الطباشير على الأرض ما نظف بشكل زين. بعدين اتطور الموضوع، لا بديت أجيب الألوان وبديت أجيب الأصباغ وأشتغل. وبعدين في يوم من الأيام من ما عندي بورد إنه أرسم عليه، جبت البورد لوح مالتي الكنتور مالتي رف من أرحة الأرفف واشتغلت عليه ورسمت عليه لوح. هذا كان طبعا في وقتها فإنجاز بالنسبة لي كطفل. أنتي عرفتي يعني يمكن بالابتدائية يعني ما أعرف شكيت بالضبط خامس سادس ابتدائي بس طفل يعني. من بديت أكبر شوية لا بديت أعرف ميولي وين يعني. بديت أهتم إنه أشوف مجلات مال الألوان، الأفكار اللي تصير، اهتماماتي صارت أكثر بالمدرسة بالمجال الفني. وهو الطفل مرات يكون يا أما رياضي يا أما فني يا أما موسيقي وياخذ له وقت حتى وخصوصا إحنا يعني بالعراق للأسف المسرح الفني والأغاني ما مركز عليها بشكل رياضة والفنية هاي الشغلتين هاي فأني بالفن كنا نسوي دائما معارض والمدرسة مالت الفنية مالتي كلش تعجب بي وتنطيني فرصة يعني. فهذا اللي شجعني بالبداية انطاني البوش الأول. بعدين بديت أشتغل على نفسي يعني بديت أعرف أنه أنا عندي شيء. طبعا تشجيع من أهلي، تشجيع من أصدقائي، من من الناس. فبديت أبتكر وبديت أشتغل وبديت أتعلم إلى إن في يوم من الأيام حسيت نفسي إنه خلاص أنا صار عندي نضوج فكري إنه أنا عرفت وين ماشي يعني إنه مستعد إنه تقدم نفسك للناس. أوكي يعني صارت فعلاً يعني يمكن أنا ما أقدم نفسي، يمكن هو شغلي ده يقدمني هو هذا اللي ده يصير فعلاً. أنا بالضبط يعني أنا قدمت شيء عملت شيء وتركت الباقي يكتشف من قبل الآخرين. نعم. يعني أنه الآخرين دائما هم الحافز إلي دائما أنه لا أمشي بهالجهة لا تمشي بهالجهة أخذ هذا اللاين لا ابتعد عن هذا اللاين. لذلك فكونت لي الكارير مالتي أو الشخصية مالتي بهذا العمل بالذات. مع العلم أني دراستي بعيدة جدا يمكن عن الفن. في أتذكر في يوم من الأيام والدي الله يرحمه كنت حابب أنه أدخل فنون جميلة. وكان معهد الفنون هذا بالنسبة لي حلمي لأنه هاي ميولي. ما قبل منعني مثلا فبقى هذا الحلم دائما يراودني انه انا لا ما دخلت اكاديميا ما تعلمت تعليم اكاديمي خلاص ابتدا بمجال ثاني موازي الى دراستي خلصت يعني. دراستي كعلوم كمبيوتر ومشيت بيها وتخرجت منها بس كان في خط موازي لي هو الفن. الموهبه موجوده الموهبه موجوده فاذا ليش ما استغلها؟ فصارت دراستي الاكاديميه شهادتي موجوده معلقه يقول لك واحد شهاده للاهل وبعدين واحد يتفرغ لنفسه مو صحيح؟ فوين انه الشهاده معلقه واللوحه معلقه اي اثنيناتهم اذا انا بدل ما علقت لي بس شهاده وممكن الناس ما تعرف شيء عنها اي صحيح. فصار عندي عمل ممكن ينتقي اي انسان وممكن يكون فد شيء يكون بصمه لي. هذه بعض اللوحات الان تمر على الشاشه إيه فعلاً. هذه لوحه هاي لوحاتك اي هذه اللوحه حضرت بالضبط هذه اللوحه مصنوعه من الحرير هذه اللوحه ايضا على حرير هذه اللوحه هذه كوشن مصنوع هذه يمكن هاي الصوره جتي يعني يعني سبقت الحديث لان انت توسعت في اعمالك انا فعلا توسعت في الفتره يعني فعلا يعني ما عاد العمل الفني هو فقط لوحه ممكن يكون قطعه من الاثاث ممكن يكون قطعه تنلبس هذه اللوحه هاي الحروف انا جدا اهتم بالحروف العربيه دائما كانت رسالتي بعده معارض من اللوحات عن الحروف العربيه هذه اللوحه تخطيط بالاحبار مثلا
مثلا، ولو تلاحظين الدقه اللي موجوده بست رقيه. هذه لوحة الخريف، هذه طبعا من اللوحات اللي جدا يعجبون بها دائما. لانه عندك جمهور في مصر؟ عندي ناس، وعندي متذوقين الى اعمالي في مصر. انت شاركت في اكثر من معرض مصر؟ بالضبط، شاركت في معارض كثيره في القاهره وخارج القاهره، يعني في نطاق الجمهوريه كلها تقريبا صار عندنا معارض. اليوم بالاستوديو عندنا ثلاث لوحات، هذا اللي قدر عليه. هذه اللوحه، هذه اللوحة لا هذه مختلفة عن مختلفة عنها، ولكن نفس الثيمة يعني تقريبا. اي تقريبا هم تقريبا اكثر لوحاتي مشتركين بنفس الروح. شوف هاي اللوحة من ابوا عليها ذكرتني ب بفنانة وداد الأورفلي العزيزة فنانة صحة. ممكن فعلا احنا دائما نقتبس من مدارسنا ذول. اي طبعا يعني السيدة وداد الأورفلي لا يعلى عليها بفنها وبذوقها واختيارها، بس يمكن الروح يعني نفس الروح يمكن. بالضبط، هاي النساء العربيات طبعا دائما يعني احنا نحب نجسدهم بالاعمال، يعني هذول هم تراثنا. هذه ثيمة ثابتة، هذه لازم. هاي مالتنا. بالضبط بالضبط، هاي اهم عمل اخر. اوكي نشوفها. اوكي اوكي خليها اوكي. مثل ما تلاحظين ست رقية عدة خامات. هذه عدة خامات. انا اريد اسالك عن هذه الخامات بس بعد ما انه نخلص من شريط الصور هذا. اوكي، وحابه انه اسالك. اوكي، هذه على خشب، هذه على كانفاس طبعا. اللوحه وبها عناصر خارجيه فوق اللوحه مضافه على اللوحه ايضا. انت تشتغل على اكثر من ماده حتى توصل للفكره. بالضبط. واحيانا يعني على الحرير، على القماش، على يعني على الورق، على الزجاج. هو رب العالمين من خلق لنا الطبيعه ليش خلق بها تنوع العناصر حتى احنا ننتقي منها ونستخدمها في كل شيء. صحيح. فلذلك يعني انا مو بس استعمل الكانفاس اللي هو القماش، ممكن استعمل الورق. الورق ممكن استعمل الورق واني اجي اعالجه. ممكن اجي استعمل معدن. المعادن اللي هي النحاس، استعمل الحديد، استعمل الخشب، استعمل الزجاج. هذه كلها العناصر الموجوده بالطبيعه، حتى الاحجار الموجوده اللي هو الزلط هذا. هذا كله اخذه واشكل من عنده لوحه. الموهبه يعني اوكي موجوده لا غبار عليها، لكن هذه بعض الاشياء اللي تستخدمها ما تحتاج انك تتعلم تقنيه بها. ما يعني ست رقية، هي هاي الامور كلها يعني تنوجد بالتتابع وبالاستمراريه. يعني انا اليوم حبيت هذا العمل، العمل فرض علي، عندي مساحه فارغه بهذا العمل، شلون امليها؟ اريد شيء يحاكي هاي اللوحه وبنفس الوقت يكون طبيعي، لانه انا دائما خصوصا في بداياتي كنت اعتمد الواني على العناصر الطبيعيه، كنت استعمل الكمون بالتلوين والقهوه والزعفران، هاي المكونات اللي هي يعني وياها ريحتها. بالضبط، وهاي الاشياء على فكره كلش نادره انه تستعمل وتكون غاليه، يعني تنطي كنت اتمنى يعني اعمالك تكون موجوده. هسه احنا راح نشوف هذه واحده من هذا لحاتك. عمل مجرد تخطيط او سكتش يعتبر. بالامارات خلال زيارتي القصيره حبيت اخططه لسيدتين عراقيتين، يعني هذا السيدات الريف. هذا المخاوي والبيوت والعبايه، هذا الفولكلور العراقي. هذه تعتبر من لوحات الزخرفه، يعني هذه هاي اللوحة طبعا تشوفها، اي شايفة انت بيها شغلش قد هاي تاخذ وقت كلش هواية، وبنفس الوقت جماليتها جماليا، يعني انا هاي الاعمال تستهويني يمكن اكثر من الاعمال اللي تكون بها مساحات لونية بس مجرد ضربات فرش. يعني هاي الاعمال المنمنمات اللي بها تفاصيل، اللي بها تفاصيل، انا اعشق التفاصيل. يعني احب الطيور واحب الورد واحب هاي الاشياء بالاعمال مالتي تنطيها روح. حلو. نشوف اللوحة الثالثة، وقال لي خلصت كل اللوحات ما شاء الله، فما بس ثلاثة بقت. اللوحة الثالثة هاي طبعا ألوان مائية وأقلام تحبير. هذه القباب مالتنا ومآذن والنخيل والبيوت، يعني هاي روح المدينة، يعني يمكن هو روح الوطني اللي أنا بحثت عنه بالغربة يمكن تجسد بأعمالي. لذلك يعني مصر تتشابه ويا العراق يمكن ببعض النماذج أو بعض الرسوم أو بعض الأشياء، بس بقى للعراق يبقى طابع له خاص، يعني بالقباب الزرقاء ونخيله والأهل اللي بيه. وهذا كان يعني هم نوع تخطيط خططناه هنا لما كنت بالشارقة. في مصر احنا نقول
قلت انه عرفوني من خلال فني واحترموا هذا الشيء. أه. يعني من مصر. تمام. أي. ف يعني كنت ضمن جمعيه الحفاظ على التراث. شو الجمعيه؟ بالضبط. شنو اني يعني انا صار لي تقريبا 4 سنوات عضو في جمعيه المحافظه على التراث المصري. هي جمعيه مو حكوميه، هي جمعيه اهليه. نعم. رئيس الجمعيه المهندس ماجد الراهب هو عضو، كان في جمعية، في جمعية ثانية، وبعدين أسس جمعية خاصة فيه تعنى بكل ما هو متعلق بالتراث. التراث طبعاً إحنا كنا عايشين حالياً اليوم إحنا نتيجة تراثنا، نتيجة ما توارثناه من أجيال سابقة أو من آبائنا أو أجدادنا. نعم. وما انطتنا إياه الحضارة من إبداع. نعم. فإحنا في الجمعية لما نكون إحنا التشكيليين الموجودين من ضمن أعضاء الجمعية، طبعاً الجمعية تضم لفيفة هواية من خبراء، من باحثين، من الأدباء، رسامين. نعم. معنيين بالآثار، بس الكلية العملية تتطلب وجود اختصاصات متعددة. وجودنا لما بالضبط وجودنا لما نحضر إلى هاي الأماكن اللي هي تعنى بالتراث وبالحضارة تعطينا استلهام عالي جدا. نشوف شلون كانت العمارة سابقا، الحضارة شلون انبنت، الجدران المعابد شلون زينت ونقشت بهاي النقوش الغريبة اللي صار لها آلاف السنين ولا تزال لحد الآن محتفظة بألوانها. نعم. احنا حتى ان بحضارتنا احنا الحضاره البابليه والاسم يعني كيف صنعوا هذا الثور المجنح، وكيف صنعوا بوابه اشتار، وكيف صنعوا هذا التشكيل، هذا في حد ذاته ابداع في 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 من العصور الماضيه. فما بالك هسه احنا حاليا اللي بنسويه بالجمعيه انه نشاهد هاي الاعمال، نستلهم منها ونصنع شيء جديد يحاكي روح العصر الحاليه. نعم. وبنفس الوقت هو امتداد الى ما سبق. نعم. من العصور القديمه. وهي الجمعيه بصراحه كان لها دور كلش فعال، جمعيه الحفاظ على التراث، الضوء على اعمالي وعلى شغلي وعلى هاي الاشياء. كل التوفيق. انت اكيد عنصر فاعل، ولا هم ليش يعني قالوا عليه؟ طيب صحيح، اتمنى يعني اتمنى. اليوم انت ايضا كنا من مره الصور كانت هناك صور رسم على الكوشة. أوكي. الكوشة. قلت لي أنه توسعت في هذا المجال على شالات بالضبط. وعلى أشياء. على قطع من الملابس. على الكوشات، على مفارش. على جدران، يعني ما عندي مجرد أنه تكون لوحة. هاي حسب الطلب؟ مو حسب الطلب، يعني إذا أنا ما أقدر يعني أعطي لوحتي لأحد ما عنده مساحة، ممكن يأخذها ينتقيها كجزء من أثاث البيت، وتكون بنفس الوقت هم تكون قيمة. يعني أنه تنطي روح جمالية للمكان، بنفس الوقت يعني حتكون لوحة بمعنى اللوحة. حالياً أنا دا أشوف في الإمارات اللوحات القديمة لفنانين الرواد أكثرها مطبوعات على كوشن أو على مواد. صحيح. هذا في حد ذاته هذا يعني محبة بالفنان. صحيح. حتى أكيد. اسمه يبقى ينذكر بالمحافل، حتى المقات يعني من أبسط الأمور. فهذا بحد ذاته يذكر دائما بالفنان. يعني الأجيال الجديدة ما تعرف أسامي الفنانين الرواد. صح. فهذا ينطي تشجيع أن الفنان يبقى يستمر، يبقى ينتج، يبقى يبدأ. صحيح. طيب أنت مسافر باشر للقاهرة. إن شاء الله. كل التوفيق. إن شاء الله. وإن شاء الله على لقائنا الثاني نكون أعمالك كلها نطلع عليها. إن شاء الله. أتمنى صدرقية. شكرا جزيلا. فنانة علي أمين الطائي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا صدرقية.